السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين قناة مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في بث مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء. معنا أحد المواطنين الإيرانيين القاطنين بالمغرب والمستثمرين بالمغرب في العديد من المجالات. هذا المواطن الإيراني اللي تعرض لعملية نصب، تم النصب عليه في مبلغ أكثر من 120 مليون سنتيم من طرف أحد مواطنين المغاربة حسب القول ديالو دائما. بغيناكم تتبعوا معنا القصة وتسمعوا معنا القصة ديال إحسان. السلام عليكم. السلام عليكم. إحسان، أنت معنا الآن على المباشر. المواطنين المغاربة باغيين يعرفوا القصة ديال إحسان، كيفاش وقع لك؟ كيفاش تمت عملية النصب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في سنة 2017 جيت على الدار البيضاء، خدمة أساسا خدمة تجارة، يعني نعمل تصدير الامبور اكسبورت. كنت كنجيب بضاعة من إيران والصين وجميل اكثر من الدول. اجا عندي اثنين كونتينرات تاع الفستق ايراني والغيزان ايراني، زبيب ايراني. تعرفت على واحد ترانزيتور يعني مع الشر ديوانه اللي كان يشتغل لي هذا الاجراءات القانونيه وهذا. مهم دعا الايراني والتركي والسوري، مهم عندي زباين في المغرب. تعرفت على ترانزيتور باش يعشر لي الكونتينرات وهذا، خرج لي تن كونتينر تباع في السوق. اجا كونتينر ثالث، اجا كونتينر ثالث في الاخر في شهر 6 في 2018. يعني في هذيك الوقت الواقع صار مشاكل بين دول، مشاكل ما بين المغرب وايران. المغرب والايران كانوا قطعوا العلاقات الدبلوماسيه والتجاريه. يعني في الاول العلاقات كلها تقطعات ما بين المغرب وايران. يعني بغيت انا خويا يعني ما يمكنليش نجيب بضاعه وهذا، وفكرت بشغل ثاني. يعني هذا ترانزيتور كان عرض عليا على واحد المحل مطعم بدار البيضاء في الشارع البورغون اوربون. قال لي هذا المطعم بما ما كاينش العلاقات المقطوعه وهذا، انت ما تبقاش جالس يشتغل بهذا المطعم بما يفوت مشاكل. قلت له اوكي. طلب لي ب 330 مليون. هذا السيد قال لي المبلغ اللي غادي تشري من عندي 330 مليون المغربي، يعني 330 الف تقريبا دولار. قلت له اوكي، ولكن انا يعني ماشي ديسبونيبل باش نعطيك هذا المونتون دابا، يعني ما موجوداش عندي في حال ثاني. غادي نكريم عندك. نكريم عندك بما يوجد هذاك السيوله الماليه، بما وجدت السيوله الماليه. السيوله الماليه ونكمل. قال لي اوكي، انا ناجر لك ب 20,000 درهم. ب 20,000 درهم. قلت له اوكي. قال لي اعطيني تصبيغ وهذا المحل واصلاحات، انت اصلاح المحل. المحل عنده ما يعني كان قديم، لازم اصلاحات مشان يشتغل وهذا. مهم دفعت له 30 مليون، يعني 300,000 درهم في التراس المقهى. اعطيته 30 مليون وبلشت. اعطاني شهر ديال الاصلاحات، اعطاني شهر. قال لي خويا انت اصلاح شهر ما نخلصش من عندك، تشتغل اصلاح المحل وعمل ديكورات وهذا وبلش الشغل. مهم 2018 شهر 11 عطيته انا في هذيك الساعه باش نعمل مع العقد. يلا دفع الكارت سيجور الاجانب. اجراءات كارت سيجور راه يتاخر، هو راه 3 شهور 4 شهور يعطوك روسي.
بما يوجد لك لاكارت. يعني انت كانت عندك اقامه في مدينه مراكش. كان عندي كان عندي الوقت اللي جيتي لمدينه الدار البيضاء خاصك تعاود عاوتاني. حيت مكتوب في لاكارت العنوان خاصو فين ما كنت ساكن. كارت سيجور فوالا انا دفعت لاكارت وجيت قلت له بما يخرج لي لاكارت ونعملوا العقد انا وياك. انا كريم عندك. عطيته 30 مليون عطاني الشهر اصلاحات جبت جميع الشغيله معلميه الجيبسينج والصباقه وكل حاجه قيرته محل كله وبلشت شغل في الجونفي يعني في النهار واحد واحد في الشهر واحد في 2019 بلشت شغل اشتغلوا معايا 18 واحد اول شيء الشيف كوزين لي سيرفور مهم اشتغلوا معايا داز 3 شهور 4 شهور خرج لي لاكارت انا كنت كندفع له ايجار مشان هو ما بيعطيني الرصيد حيت ما عندي توصيل ما كتاخذش توصيل حيت اساسا ما عندي العقد ما عندكش ما كاينش واحد العقد يجي عندي ياخذ من عندي الايجار مره من عندي مره من الناس اللي شاهدوا معايا في الكوميساريا هذا كله شغيله اللي كانوا حاضرين يخلص لما خرج لاكارت استاذ اتصلت عليه استاذ انا خرج لي لاكارت والشغيله بدون الكونترا بدون الحقهم بدون هذا انا لازم ندير الواجب مع اي واحد اللي شغال معايا يعمل لي اليوم بكره تعال عندي المكتب تعال عندي فلان انا بفرنسا مهم صار هيك مجرجر هيك مجرجر لوصلنا للكوفيد انا ندفع له كله شهريا بيجي عندي هو ولا مرته مره الشيفور عنده مره يجوا ياخذوا منه ايجار شهريا اجا كوفيد استاذ لما عملوا شهرين يسكروا المكان كله الدار البيضاء انا مشرب قهوه يعني قهوه ضروري نشربها كان عندي الماكينه بالمحل بيتي جنب المحل يعني انفس المحل خرجت كنت بالمقهى والمقهى محلول ومسدود يعني مهم اجى سعادات القيد شافني انا بالمحل نشرب القهوه وهذا واجى البوليس اعتقلوني على الكوميساريو قالوا لي علاش حليتي قلت لهم ولا انا راه كنشرب قهوه يعني انا ماشي بعتو انا غير على اساس اللي انا نشربه مهم مشيت مده 24 ساعه مشيت للكوميساريا في كوميساريا سنترال في لاكاب ديالو بكره وعلى الصباح مشيت على المحكمه عملت التزام باش في الحالة توارية الكوفيد ما نحلش المحل وخرجت مهم هذا كان في داز كوفيد بعد الكوفيد شو عملوا؟ عملوا بستة الأشياء أنا اتصلت على صاحب المحل قلت له إيجار مليونين على أنا نشتغل في ستة الأشياء بزاف قال لي أنا ما عندي لك إذا معجبك جيب لي مفتاح المحلي قلت له انا خاسر فلوسي رزقي كله وانت عارف ما في تجاره ما بين دول انا ما فيني نجيب شي بضاعه ولا نجيب شي فلوس ولا نجيب شي حاجه يعني حرام عليك انا سواء نقص لي شويه من ايجار سواء اعطيني فلوسي اللي خسرت ولا هذا انا نمشي بالمحل قال لي مش مشكل انا نشوف هذا الحال داز كان كيجي كل اسبوع ياخذ من عندي 5000 درهم كل السبت والاحد ياخذ من عندي 5000 درهم كنقولوا الكونترا كيقول دابا ليك بغيتي تشري دابا نديروا العمليه البيع والشراء بيناتنا عند النوتير قلت له حبيبي دابا استاد الاشياء انا ما كان يعني ما خدامش يعني لازم تساعدني بالايجار وهذا مهم يجي داز شهر ثلاثة في 2021 أنا باقي مأجر من عنده يعني من 2018
2021 شهر 3 اجى عندي شخص سوري، هو شيف مطبخ، هو بيشتغل بالاكلات السورية وشرقي اورينتال. جبته اشتغل معايا على اساس الشيف ومصير في المحل، يعني يشتغل معايا يصير امور المحل مشان انا نشوف حوايج تانية، مشان انا شغلي انا اساسا تجارة امبور اكسبور. اجا اشتغل معايا 3 شهور، يعني قبل من رمضان 2021 خلصت ايجار المحل، اجا صاحب المحل خلصت الشغيلة كله، مشان عملوا رمضان كله لازم تسكروا المحلات ومطاعم وهذا في رمضان 2021، خلصتهم كلهم باقي نهار. انا نزلت سافرت لمراكش، عندي في المكتب تحت المطعم عندي الاوراق باسبور، يعني كان عندي الكفر، عندي الاوراق الخاص بي، عندي الباسبور ايراني، عندي كم من شغلات خاص بي خليته، والسوري تقت فيه، خليت محلي وشغيله مخلصين كل شيء، مشيت لمراكش. لما وصلت لمراكش على بكره اتصلوا عليا من الشغيله اللي بيشتغلوا معايا سيرفو، واحد اسمه محمد، قال لي اجى صاحب الملك صاحب المحل جاب معه 2 سيكوريتي ومعهم الشينا كلب كبير من نوع المهم دوبرمان ولا ما نعرف. انا جيت في هذاك الصعاب، جيت نزلت على الكازا، يعني ديماريت الطوموبيل وجيت على الكازا، جيت باش نفوت على محلي اللي معجر، هجم عليا الكلب 2 أساسة وقفوني، وقفت اتصلت على مفوض قضايا، اجا عين على هذا الشيء، صور الكلب كله نزلته على الملف اللي بكوميساريا، اتصل عليا واحد شخص اللي يعرف انا وعارف صاحب المحل، قال لي ما تعمل شيء، تعال هو سيدي يتفهم معك، ودابا ما في شغل رمضان. قلت له يا اخي انا اوراقي، انا خلي من ماتريال وخلي من هذا الاوراقي خاص بي، يعني هو ما عنده، يعني اساسا لازم يعطيني باسبوري، هو باسبوري مع بجوة المحل تحت المحل. لا اليوم تعال عندي البيتي، لا انطلقوا في الانذياب. انا واحد النهار 15 يوم فات من رمضان تلقيته قلت له هذا الشيء اللي درتي خويا، راه انا درت معك مزيان وثقت فيك، انت درتي لي هذه الحاله عيب، وانا ضيف عندكم في البلد. قلت له عيب اللي درتي هذه الحاله. قال لي لا انا ندير معك لازم زيدني 21 مليون ثاني مشان ندير معك كونترا على هذاك 30 مليون الاول اللي اخذ من عندي من غير فلوس اللي خسرت على محل. هذيك 30 مليون اللي خدم عندك، واش عندك على شي اثبات؟ عندي 4 شهود شهدوا معايا، كانوا في هذيك الساعه معايا قاعدين معايا، مشان انا اعطيته 30 مليون في التراس هذا المقهى اللي كنت مأجر من عنده. 30 مليون اعطيته معايا 4 شهود. لا واش درتي معاه شي ورقه؟ شي وصل؟ ما درت، انا ما عندي اساسا هذيك الساعه ما عندي لا كارت سيجور. يعني هو اساسا هو كان كنت كنجيب له الشيك من لا بونك على خرج لي على خرج لي الكونتينرات، شيك سيرتيفي بتاع الديوانه، ودائما او كنخلص له الواجب 30000 درهم 40000 درهم، هي خرج لي 2-3 كونتينرات. يعني كان واحد ثقه بيناتنا، يعني اساسا كنت كنخدم معاه بالفلوس، حيت هو كيدير التعشير، كونتينرات الديوانه. اعطيته 30 مليون وقال لي اصلح المحل بما يخرج لك لاكارت ندير معك العقد. مهم نرجعوا في هذاك 15 في رمضان تلقيته، قال لي يا خويا خاصك تزيد لي 20 مليون. قلت له بزاف عليا 20 مليون، نجيب لك ما عنديش دابا نعطي عليك، حاله كوفيد وانا ما خدامش، كيف نجيب لك 20 مليون؟ قال لي جيب لي الورقه الواد بالدين. واد بالدين. واد بالدين.
قلت له 20 مليون راه بزاف. مشيت قلت له انا نجيب لك 15 مليون. سيبت الورقه واد بالدين 15 مليون باش نجيبو غانيزيت في المقاطعه باش نعطيه له باش يرجع لي مفاتيح المحل اللي حرسو. جبت هذاك ورقه متصل عليه لا بعد خمس ايام بعد لقيت هما بلشوا كيصلحوا في المحل ويعملوا الديكورات في المحل. جبت مفوض قضايا قلت له استاذ يحرسوا لي في المحل وجمعوا لي الماتريال وهذا عمل العين على حدكش. هذاك الساعة مشيت درت الشكاية. يعني عندي أصحابي قالوا لي أحسن حاجة اللي غتعمل دير الشكاية عند وكيل مالي. أخويا مشيت درت الشكاية خديت المحامي أستاذ محامي عمر لي الشكاية ووضعية اللي كاين. عملنا عند وكيل مالك شكاية. جاء الميساج على البوليس اتصلوا عليا تعال عندنا. مشيت عامر المحضر ديالي والواقع هذا الشيء اللي واقع كله عملنا على المحضر وجبت شهود اللي كان عندي شغيلة اللي اشتغلوا عندي بمدة 3 سنين ونص. جاءوا شهدوا معايا جاءوا مع المعلمية اللي جبتهم يصلحوا. جبت الناس اللي اشتريت عندهم ماتريال من درب عمر وهذا كله جبته. جبت فواتير. هذوك الفواتير كانوا باسم الاسم ديالك انت باسم ديالي دوك التجهيزات كلها كانت بسميتك انت. كل شيء عندي الفواتير كله بالكاشي شركات معتبرين. مشان انا اعرف شركات اللي كاينين في درب عمر راه هما معتبرين يعني بوليكوزين بلا ما نسمي بلا ما مهم. جبت فواتير كله بالكاشي وهذا نزلته عند الكوميساريا. في هذا الحاله جاءوا عندي قالوا لي هذا السيد صاحب المحل قال لك الى تبعتي خويا يعني انا بغيت نعود لك وجاري بك يا قال لي هذا السيد قال لك الى تبعتي الشكايه ديالك وهذا انا ماشيك من المغرب. انا قلت له شوف انا كنخاف من الله وجاي في هذا البلد وعشان مالك. فهمت كيف اخويا انا جاي بهذا البلد مش هو يعطيني لاكارت. عندي لاكارت السيجور اخويا معطيني الكوميساريا وانا جاي عند هذا السيد عشان مالك. فهمت كيف اخويا على لاكارت السيجور ديالي مش هو معطيني لاكارت السيجور باش هو ماشيني من المغرب. هو مين اكل رزقي وتكرفص عليا وزيدون قال لك اذا عملت الشكايه ومشيتي المحكمه انا ماشيك من المغرب. هذا اخويا انا راه كاين القانون في البلاد. كاين قانون وانا تبع القانون وان شاء الله ناخذ حقي من عنده ان شاء الله. اشنو قالوا لكم دابا القضيه وصلت المحكمه؟ هذا وصل في النيابه العامه. النيابه العامه اخويا انا ما نقدرش يعني من غير السلطه ما يقدرش يفوت على النيابه العامه. النيابه العامه هما اللي كيحكموا فين يمشي. واش اساسا هذا كان هو حرس لي القفل المحل وورقيه وحاجه الشخصي برايفت ديالي في المحل وحرس وفوت على محل. يعني اساسا هو لازم يجي الكوميساريه ويتعقل ويشوف يعطيني الورقيه اول شيء وبعدين نشوفوا الفلوس والماتريال. ولكن على اساسا انا جالس في المغرب عندي بس كارت سيجور باسبور في الاخر ما عندي باسبوري عنده. حكاني قبل من شهرين في واحد كان يشتغل معه وعرف هذا الموضوعات كله قال لي احسان اخويا انت ولد الناس وانا عارف ماتريال ديالك وهذا مصورين جيران اللي خرجوا حربوا من المحل دا واحد ديبو ديالو وفي هذاك الماتريال كان بيرو ديالي كله في الأوراقية والباسبور ديالي ولاكارت ديالي بزاف حوايج ديالي ديال ايران ديال هنا كل شيء كان عندي. يعني دابا انت ما عندكش اوراق الثبوتيه ديالك دابا انت؟ انا عندي الباسبور ديالي اللي مهم عندي راه ما كاينش عنده في الـ في الـ في الـ في الدرج ديال المكتب. هما اللي ما سكروا المحل ما بغاش يعطيك هو دابا الامتعه ديالك دابا اللي كاينه. هو الاوراقيه ديالي انا ثلاثه مرات اربعه مرات كان عيط له كان سيفط له الميساج والو اخ ديالي عيط له قالوا عطي امو الباسبور ديالو ونشوفوا هذا الحل. قالوا لا خاصو يجيب لي تنازل عاد نعطيه الورقيه ديالو. انا قلت له اذا ما يعطينيش الرزقي
خلاص يعطيني فلوسي انا اوراق بلا بدون فلوسي بدون حطيت رزقي كله تما انا ما عندي ما ندير به. واخا باش كطالب انت دابا باش كطالب؟ انا طلب حقي انا كاين بوليس كاين محكمه كاين حاكمين انا مظلوم خاصني حقي بس والعشان مالك بس انا في هذا البلد ضيف عندكم واشتغلت واستثمرت وشغلوا معايا اكثر من 100 200 واحد بيشتغلوا معايا يعني 200 واحد ولا كم واحد يشتغل معايا كل واحد راه لعيله يعني انا كم سنه في المغرب ولا مشكل عملتها يا اخي. شحال من عام وانت في المغرب؟ انا من 2005 انا من 2005 وابويا من 95 في المغرب بالتجاره وهذا الشغل يعني. واخا المهم الطلب الاخير ديالك دابا اللي كتوجهوا دابا للمسؤولين؟ طلب اخر مسؤولين راه بغيت ناخذ بس حقي مش حق شي واحد ثاني حقي اللي تعدوا عليا وكفصوا عليا ولا تكفص يعني وضعيه الكوفيد زيد من هذا راه كثير انا حسيت بالحقره هذا بلدي بلد ثاني انا كنحس بالبلدي انا بحب المغرب اكثر من بلدي مشان انا ما بحب ايران بحبه حكومه ايراني ما بحبه انا عايش في المغرب بحب المغرب بحب الناس المغرب والناس يتعاملوا معي مزيان صراحه مش انا اول فتره ما نشوف هذا الشغل تكرفس عليا بما انا اتكلم مع هذا السيد يعني الصحه خضر رزقي صحه يعني هذا هو القصه. اذا متابعينا الاوفياء كيف ما سمعتوا معنا احنا اكيد غادي نواكبوا الملف ديال هذا الاخ اللي هو مواطن ايراني وكما سمعتوا فهو جا للمغرب على اساس انه بلد مؤسسات بلد حريات بطبيعه الحال الحق ديالو اذا كان عنده شي حق اكيد ما غاديش يضيع ليه وحنا غادي نواكبوا معكم هذه القضيه دي وهذا الملف ديال هذا المواطن الايراني. اذا على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء في بث مباشر اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.